بونسوار. منطقة من الضغط الجوي المرتفع مصحوبة برياح شمالية عم بتسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بالنسبة لصورة شمسية اللي موضوع على هالشهر زينة عيد الميلاد اليوم صورتنا وصلتنا من ليلة. رح انتقل هلا لنشوف كيف عم تكون الحرارة ببعض العواصم العربية. برجع بكفي على طقس لبنان ورح بلش من الرباط مع 21 درجة، 19 بتونس، 22 بالقاهرة، بغداد 17 درجة، 15 بدمشق، 21 درجة بالقدس. بنتقل على الكويت مع 19 درجة، 23 بالدوحة، وبختم مع الرياض مع 18 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة ثلاثة، طقسنا صحو ومشمس مع استقرار بدرجات الحرارة لتتراوح على الساحل بين 7 وال 21 درجة، بالجبل عم توصل أقصاها لل 14 وبالداخل ل 17 درجة. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية ورح بلش من عكار مع 17 درجة، 19 بطرابلس، 16 بالكورة، 7 درجات بالأرز، الهرمل 17، القاع 15 درجة، 12 ببعلبك، 13 برياء. من المناطق الشمالية بنتقل على جبال مع 18 درجة، 9 درجات بميروبا، 21 بجونية وبعبدا، بيروت كمان 21 درجة مع طقس صحو ومشمس لبكرة الثلاثة، بكفي على زحلة مع 16 درجة، 15 بشتورة، 17 بعنجر، 20 بمشغرة مع استقرار بدرجات الحرارة جزين ومرجعيون، وبنت جبال 19 درجة، 18 برشيا، بنتقل على بيت الدين مع 17 درجة، والمناطق الجنوبية صيدا، صور وقانا مع 20 درجة. إذا كيف رح يكفي طقس ثلاث أيام اللي جايين؟ لبكرة عنا استقرار بدرجات الحرارة مع طقس مشمس، وبتتراوح الحرارة بين 12 وال 21 درجة، استقرار للأربعاء نفس الشيء بين 12 وال 21، والخميس ترجع بتنزل الحرارة درجة واحدة لتتراوح بين ال 14 وال 20 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين درجتين تحت الصفر والسبع درجات. لهون بتخلص النشرة الجوية، بعتوا لنا صوركم على انستغرام وعلى فيوتشر تي في ابلكيشن، وأنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت.